أن ترى جامعة تنظم حفل تخريج لطلبتها في مبناها التعليمي سيكون أمراً اعتياديا، ولكن أن ترى كادرا تدريسيا بأسره يسافر من بلد لآخر قاطعا آلاف الأميال لتخريج طلبته سيكون أمرا مستغربا عند البعض. نعم، إنه مجمع القرآن الكريم بالشارقة الذي حل ضيفا بكادره التربوي في العاصمة الكينية نيروبي ليحتفي بتخريج أكثر من 70 خريجا وخريجة من منتسبي من حفظة كتاب الله الذين يجتمعون من 41 دولة من القارة الإفريقية. يغطي مجمع القرآن الكريم في شارقة 118 دولة. حقيقة هذا العدد الكبير من الدول حتى ما علينا في مجمع القرآن الكريم أن يكون التخريج مختلفا. ارتأى مجمع القرآن الكريم أن يكون هناك بدل الاحتفال الواحد يكون هناك 6 احتفالات إقليمية، يقام كل احتفال في قارة من القارات ويدعى طلبتنا المنتسبون إلى تلك الدول التي في تلك القارة إلى ذلك الحفل. الحفل الأول كان في شهر رمضان الماضي، كان برعاية وحضور من حضرة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة والرئيس الأعلى لمجمع القرآن الكريم. في ذلك الحفل حقيقة تم تخريج كل طلبتنا المقيمين في دولة الإمارات وفي الدول المجاورة لدولة الإمارات. نحن الآن في الحفل الثاني لتكريم طلبتنا الخريجين بالقراءات الخاتمين حفظا بسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المقيمين في الدول الإفريقية حصرا. التخريج اليوم كان ل73 حافظا مجازا بالقراءات ينتمون إلى 41 بلدا إفريقيا. الحفل تخلله عرض فيلم لمجمع القرآن الكريم كونه منارة للعلم والهداية للعالم أجمع، كما سلط الضوء على أقسام المقارئ الإلكترونية العالمية الهادفة إلى تأهيل علماء بالقراءات ومدرسي القرآن. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نماذج من قراءات الخريجين صدحت في المكان وملأته روحانية، فتلاواتهم العطرة تؤكد أنهم نخبة يحفظون في صدورهم كلام الله وسيورثون مجتمعاتهم الذكر الحكيم وبأحسن صورة. سررت كثيرا بمشاركتي في هذا الحفل ودراستي في مجمع القرآن الكريم بالشارقة، ومن هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لحاكم الشارقة حفظه الله ورعاه والقائمين على المجمع كلهم باسمه وجميل واسمه. هذا شرف، وأطمح أن أكون ممن يتقدمون في نشر هذا القرآن الكريم ونشر هذه القراءات. أقدم غزير الشكر لمجمع القرآن الكريم بالشارقة ولمشايخنا الذين تلقون الدراسات على أيديهم، وأخص الشكر لسمو الشيخ السلطان بن محمد القاسمي. وفي ختام الحفل كرم الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة الطلبة الخريجين من القارة الإفريقية بشهادات تقديرا لجهودهم في أن يكونوا سفراء المجمع في بلدانهم ومجتمعاتهم.